حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. أهم طلب يطلبه الإنسان من الله عز وجل لا في الفاتحة، في كل حياته، أن يطلب منه الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الصراط المستقيم، أن تطيع الله عز وجل في كل شأن أنت فيه. بالعباد أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. الصراط المستقيم في التجارة، أن لا ترابي، أن لا تقسم بغير حق، أن لا تجحف، ألا تحتكر، كل آداب التجارة، هذا الصراط المستقيم في التجارة. خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. المجرات والكواكب والشموس والأنجم مخلوقة بشكل مذهل، فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجمة أي شمس لو خرج عن مداره لارتطم هذا الوجود. الشاهد الذي رفع السماوات بغير عمد، رب العالمين، هو رتب هذه الآيات في كتابه الكريم. القرآن كله في كفة، أتي رب العالمين أعطانا الكتاب وأعطانا السبع المثاني. السبع المثاني مفسرة بسورة الحمد، سبع بعدد آياتها، والمثاني على وجه لأنها تثنى في كل صلاة تقرأ مرتين، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. التوحيد على عظمته، سورة التوحيد، بإمكانك أن تلغيها في النوافل مثلا أو لا تلتزم بها في الفرائض. سورة الحمد كما قلنا في جانب، في جهة القرآن كله، بعد أن يثني الإنسان على ربه يحمد الله عز وجل بوصف الربوبية، ثم بوصف الرحمة العامة، ثم بوصف الرحمة الخاصة. الإنسان يطلب من الله طلبا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم. كل هذا الحديث لنصل إلى كلمة الصراط. إذن أهم طلب يطلبه الإنسان من الله عز وجل لا في الفاتحة، في كل حياته، أن يطلب منه الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ أولاً، الصراط له معنى في الدنيا وله معنى في الآخرة، أو قل بتعبير أدق، صراطك في الدنيا يحدد صراطك في الآخرة، أي طريقك، أي طريقك إلى الجنة. أما الدنيا بكلمة جامعة، الصراط المستقيم،
أن تطيع الله عز وجل في كل شأن أنت فيه. الصراط المستقيم في التجارة ألا ترابي، ألا تقسم بغير حق، ألا تجحف، ألا تحتكر، كل آداب التجارة، هذا الصراط المستقيم في التجارة. الصراط المستقيم في التعامل مع الزوجة، ألا تظلمها، ألا تؤذيها، إلى آخره. في كل حركة هناك صراط مستقيم، عينك صراطها المستقيم، أن تطالع في الأمر النافع لا في فضول النظر فضلا عن حرامه. إذن في كل حركة صراط مستقيم وصراط غير مستقيم. الإنفاق المقتصد هو الصراط المستقيم، البخل والتبذير عكس هذا المعنى. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اليمين والشمال مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة. إذن الصراط المستقيم أقرب نقطة، أقرب خط بين النقطتين، وما عداه فهو طريق أعوج. من أين قلنا أن الطاعة هي الصراط المستقيم؟ الآية صريحة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبيين والصديقين والشهداء، ما هو؟ إطاعة الله ورسوله. في آية أخرى أصرح وأوضح: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن لا تتحير بمقدار ما تكون لله عابدا، أنت على الصراط المستقيم. طبعا العابد بطبعه معتصم بالله في آية أخرى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعريف أخرى نذكر الروايات، روايات أهل البيت وهم أدرى بما في البيت فسروا الصراط بمعاني، ولكن كلها تعود إلى جوهر واحد. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الصراط هو الطريق إلى معرفة الله. طبعا المعرفة البليغة تثمر الطاعة. في رواية أخرى: فهو الإمام المفروض الطاعة، من يتبع الإمام فقد أطاع الله عز وجل. في رواية ثالثة أرشدنا، في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك. إذن محبة الله تثمر الطاعة، الإمام يقودك إلى الطاعة، معرفة الله تقودك إلى الطاعة، الجوهر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما صراط الآخرة، الآن هذا الصراط كيف، ما هيته؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من شعر ومن حد السيف. كيف هذا؟ لا ندري. إذن أنت تمشي على خط أدق من الشعر، يعني ماذا؟ أقل غفلة إنسان يسقط في نار جهنم. كم هذا مخيف. هنيئا لمن اجتاز هذا الصراط المخيف بسرعة. الإمام الصادق أذكر في ختام حديثنا: أقسام الناس، انظر أنت من أي الأقسام. في دار الدنيا تحدد: منهم من يمر مثل البرق. رأيتم البرق
كم هو السريع، هكذا البعض يمر على الصراط. ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، حركة الفرس أقل من البرق، إلى أن تمر على الصراط وتدخل الجنة، كم تعيش الاضطراب والقلق. ومنهم من يمر حبوا، رأيتم الطفل كيف يحبو على الأرض؟ لو قيل لأحدنا أدخل الجنة على الصراط ولكن كحبو الطفل، أيضا هذا ماذا حاله؟ وإن منكم إلا واردها، يقال هذا الصراط يمر على نار جهنم. أمامك الجنة وتحتك النار، كم هو مرعب. ومنهم، هل هناك أسوأ من الحبو؟ نعم. ومنهم من يمر متعلقا بالصراط، أقل غفلة يقع في نار جهنم. قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، يعني لهيب نار جهنم يأخذ منه قليلا، هكذا البعض. إذن من البرق الخاطف إلى الإنسان الذي يتعلق بالصراط والنار تأكل من ختامه مسك. موسى عليه السلام كليم الله، قال يا إلهي ما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا؟ واضح الحكمة هنا الكتاب الإلهي في زمانه التوراة وفي زماننا القرآن. قال يا موسى يمر على الصراط كالبرق. إذن انظر في حياتك كم أنت تمشي على الصراط المستقيم في كل جزئيات حياتك مع نفسك ومع غيرك. إلهي بحق أوليائك، لا تزل أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام، ثبت أقدامنا على الصراط، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.